أكثر من 100 آلية متخصصة بالأشغال والتنظيف ومن مختلف المحافظات تم إرسالها إلى الفلوجة والقرمة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات للبدء بحملة لرفع المخلفات الحربية والأنقاض وبإشراف مباشر من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات المتواجدة منذ يوم أمس في الفلوجة تمهيدا لإعادة العوائل إليها منتصف الشهر الجاري. قدرنا نوفر 103 آلية، الآليات جت مع كوادرها، كوادرها المتقدمة والعادية المشغلة، كوادر المهندسين المشرفين مع السواق الآليات مع العمال، فالعمل ده يشتغل هنا ده يصير الكوادر مع الآليات ده يشتغلون إن شاء الله بهالفترة العيد. لإنجاز الحملة والتنظيف لتمهيدا لعودة النازحين إن شاء الله بعد العيد مباشرة. بلدية الأنبار من جانبها أكدت تواصل العمل في الحملة لخمسة أيام متتالية وبالتنسيق المباشر مع الجهد الهندسي للقطاعات العسكرية المتواجدة في الفلوجة وضواحيها، فيما طالب المسؤولون بتذليل بعض المعوقات وفتح محطات الوقود داخل تلك المناطق لتسهيل توفيره للآليات العاملة في الفلوجة. الحملة المحددة خمسة أيام، وإن شاء الله نأمل أن تتمدد هذه الحملة أكثر من هذه الفترة. جهد متواصل من قبل الجهد الهندسي للجيش العراقي وبالتنسيق مباشرة مع قائمية قضاء الفلوجة ومديرية بلدية الفلوجة. كانت هناك مشاكل موجودة، المشاكل فقط بحقيقة تجهيز الوقود. كما تعلمون أن القضاء هو محاصر من قبل القوات الأمنية، فعدم وجود محطات لتوزيع الوقود هذا الذي يعرقل عملنا حقيقة. الآلية بدون وقود بدون عمل، لذلك نحن نطلب من دولة رئيس الوزراء وأيضا نطلب من التدخل السريع معالي الوزيرة أو السيد المحافظ بفتح هذه المحطات لغرض تسيير العمل. العاملون ومن محافظات متعددة أكدوا مواصلة عملهم ومشاركتهم في إعادة إعمار مدن الأنبار التي دمرها تنظيم داعش ومساعدة الأهالي بالعودة لمساكنهم. شاركنا بالحملة بالجهد محافظة ديالى مديرية بلدية معقوبة، فجينا نخدم أهالي الفلوجة أخواننا. نقوم بالعمل ليلا نهارا من غير كد ولا تعب، نحن نكون ضمن كتلة متكاملة للعمل ضمن توجيهات مستمرة من دولة رئيس الوزراء. عمر العبيدي، الحرة.